السلام عليكم، مرحبا فيكم بالحلقة الثانية من تختيم لعبة كاب هيد. بالفيديو اللي راح غلبنا كل الباصص الموجودين في الجزيرة الأولى، وفي هالمقطع إن شاء الله بحاول إني أغلب كل الباص الموجودين في الجزيرة الثانية. قربنا نوصل 1000 مشترك في القناة، فإذا ما أنت مشترك اشترك في القناة وحط لايك للمقطع، ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نكمل. بنبدي بهذا الباص، طبعا أعتبره أسهل باص في الجزيرة الثانية. يلا نبدي. طبعا اكسبرت هذا باص المارد او الجني. اوف اوتش يا حبيبي. اوكي هذا بداية سيئة للعبة، بس يلا خلينا نتعود على حركاته. نايس والله. اوتش اوكي بداية اوكي. هذا الهجوم اللي ابغاه سهل مرة. اوف اوكي ضربته على الاقل ضربته. شوي شوي هنا ما احنا مستعجلين. هلا خلصنا الفيز الثاني. اوكي وصلنا الفيز الثالث. اوه نسينا هذا الفيز. نايس لا ضلينا هنا، هذا المكان سيف. اوف كان قريب يضربنا. نايس حين الفي او المرحلة الرابعة. اوف اوف مره مو زين، بس نكمل هذا يمكن افوز. نايس 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 ممتاز. وصلنا الفيز الثالث. ما مداني اكمل. اوكي الفيز الاول شوي مزعج، يعتمد على اي هجوم ببدي فيه، القطط او السيوف او المجوهرات. المجوهرات لحد الان مزعج. لا اوكي موت 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 موت. إذا أوريدي وصلت إنه شو اسمه نقطة دم واحد ما استفدت شيء من أول فايز. انتبه انتبه. نايس. أوه. أوكي ممتاز. لا ليش استعجلت؟ آه.
مكاننا من هنا ممتاز مرة. لا اوكي الحين الفيز اللي متنا فيه. لا اوكي يطلق مرتين ها قبل لا يوقف. تبه القبعة القبعة مزعجة هنا. ممتاز ممتاز ممتاز. لا يا حي القبعة المزعجة. القبعة الحق إنش قربني أوصل الفايز الأخير. أيوة نايس. بسم الله. لا لا تستعجل. اوف مفروض ان هالشي ما يطول. يلا نايس نايس اوكي يمديني اروح وراه بس ما بستفيد شي. كيف اطلق عليه؟ يا حيوان إناف. ممتاز ممتاز خلصنا الفيز الثاني. اوكي هذا الحين أصعب. يس ممتاز ممتاز اوكي هذه اول مره نوصل للفيز الاخير وفزنا. ممتاز اوكي خلصنا من هذا الباس. الحين نفكر نروح لام الحلويات او المهرج. خلينا نروح لهذا شوغر لاند شيمي. طبعا هذا بعد مو سهل ابدا. اوكي اوف نسيت كيف اني اوريدي اكره. بداية مو بداية خير. ويعتمد على حظك ويش اللي يطلع لك اول شيء. اوكي ممتاز اوكي ممتاز خلصنا من الاول. الوافل يا حبيبي.
خلاص حق امك. اوكي الحين وش الثاني؟ في اشياء كريهه ما اذكرها. جينا الكب كيك. لا مو سيء صراحة. لا ما قصدت أنا أسوي كذا. وصلت قريب. لا والله ممتاز. هذا ثاني محاولة ممتاز. أوكي أوكي أوكي. هذا الحبيب بس يدور فأسهل كثير من تربس من الجيلي بين اللي يطلع. ممتاز 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 ممتاز. أوكي أوكي أوكي. وافلز بس. لا بغيت تسوي باري. ممتاز. انتبه انتبه انتبه. كيف مامت ما ادري. حركات الرأس جدا مزعجة. لا لا قريب أفوز. وصلت ضربتين وبتموت. اوكي وافلز بس بس. ها كيف بسوي للجيلي بين باري. كب كيك. لا لا انتبه. يا حمار. نايس بس مو كويس. انضربنا مرتين. اوكي هذا سهل. خلاص يا حبيبي. ما قصدت اسوي اللي سويته. يس جيت اوت اوف هير ايزي. ايه خلصنا من ثاني باص. خلونا نروح للعصفور بما انه طيران. والي وار بولز. ها
هذا أبد مو سهل بعد. خلينا على الرشاش. Okay, 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 okay. I want the air. I fly where eagles dare. لا حيوان ثلاث مرات ورا بعض. هدي علينا شوي حبيبي. لا يا عبود يا غبي، لا تنصاب بسرعة كده. لا اوكي وصلنا البيز الثاني على الاقل. بس خلاص عاد. لا لا والله يا حبيبي. غير رأيي، ممكن هذا أصعب باص في الجزيرة الثانية. نايس. خلاص عاد خلاص روح الفيز الثالث. احنا اوكي هذا الفيز اصعب فيز. My dad's brown and I'm all brains. Together we bring the pain. Here's a real high-class bout. It's on!
واحد اثنين ثلاثة أربعة. يا حمار ما تتأدب انت، لا ما تتأدب. الله ينعلك يا حيوان. ممكن ممكن نوصل البيت الثاني قبل ما انصاب ولا مرة. خلاص خلاص. لا نوصل للفيز الأخير ليز. خلاص انقلع. كيف لحين ما وصل للفيز الأخير؟ هذا حين مستحيل ان احنا نفوز. تبعد عن الفم. قريب افوز، تقريبا قريب افوز. تبعد عن الطيور الاثنين دولة. حيوان حيوان. Thank you.
خلاص موت. لا ضغطت الزر الغلط. يا حيوان كيف ضربتني؟ ما بوقف لين اهزمه او ما بتعدى بعد. يا حمار اوكي بليز. خلاص خلاص لا ما استفدت شيء انا صراحة. حيوانات ما تصير فوق مباشرة لا سوي هالهجوم ذا. Thank you.
كمان 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 قلع حمار اخذ مني فوق الساعة لحالة هو اكثر ممكن ساعة ونص هو لحالة اوف لحد الان اصعب باص انا كنت ناوي اني اهزم كل الباصات الموجودين في الجزيرة الثانية بس هالحمار ده خلاني ما اقدر لانه كان صعب مرة باقي زعيمين باقي المهرج والتنين التنين مو سهل ولا المهرج بعد فقررت اني اخلي هذا حلقة والاثنين الباقي في الحلقة الثانية الحلقة الجاية قصدي شو اسمه بهزمها قربنا نوصل 1000 مشترك فإذا ما انت مشترك اشترك وحط للمقطع لايك وان شاء الله باشوفكم في الحلقة الجاية مع السلامة.